الله الرحمن الرحيم، نستأنف مع بعض الموضوع الثاني من موضوعات التحليل العددي. الموضوع بعنوان الأسلوب الرياضي لحل المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى على الصورة ص شرطة بتساوي دالة س. نبص كويس كده في الصورة المعطاة. أنا عندي معادلة، ليه معادلة؟ لأن في طرفين وبينهم يساوي، وكمان تفاضلية. ليه تفاضلية؟ علشان في عندي ص شرطة، طب وكمان من الرتبة الأولى علشان الصاد عليها شرطة واحدة. فلازم إذن المسألة لما تجيلك تكون بهذه الصورة، لأن العنوان بتاع الإيه بتاع الفصل بيقولك على الصورة دي، ص شرطة في طرف وكله في طرف. والكلام ده بقوله ليه؟ عشان ساعات بيبقى ص شرطة جنبها حاجات، فأنت بتاخدها تنقلها الناحية التانية عشان تخليها على الصورة العامة بتاعة المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى. تعالى نشوف كده هنمشي ازاي في الموضوع دوت، ازاي نوصل لحل المعادلة التفاضلية على الصورة دي. الموضوع دوت عشان تفهمه بيتطلب مراجعة قواعد التكامل. فاحنا عندنا 3 4 قواعد في التكامل عايزين نركز عليهم، عشان هم دول اللي مطلوبين مننا، لان التكامل القواعد فيه كتيرة. انا يهمني القواعد دي بس اللي بحل بيها المسائل. اولا التكامل رمزه علامة الاس اللي رقبتها طويلة شوية، وبعد علامة الاس بيكتب لك الدالة هنا، وانتوا عارفين طبعا الدالة بيبقى شكلها ايه، سين اس 3 سين اس 5 اي دالة بيكتبها، وفي الاخر مكتوب دال سين. حرف الاس اللي رقبته طويلة ده بيتقري تكامل، تكامل. اما دال سين بتتقري بالنسبة لسين، بالنسبة لسين. والتكامل عملية عكسية للتفاضل، يعني مش هتتعب فيه. هتقولي يعني ايه عكسية؟ اقولك زي ما الطرح عملية عكسية للجمع، وزي ما القسمة عملية عكسية للضرب، فكذلك التكامل عملية عكسية للتفاضل. في عندنا القاعدة الأولى بتقول لي تكامل السين اللي عليها أس من فوق بالنسبة لسين بيساوي، ناخد بالنا، أنا بقول على الحرف الإس اللي رقبته طويل ده بقول تكامل سين أس 3 بالنسبة لسين بيساوي. القاعدة بتاعته سهلة الحفظ، بتروح تزود على الأس بتاع سين واحد، بتعمل عكس التفاضل، يعني بتزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، فيطلع لك التكامل سين أس 4 على 4 زائد ألف، والألف دي اسمها ثابت التكامل وبتضاف بعد أي عملية تكامل بنعملها. يبقى فكرة التكامل أنا كاتبها لك أهو ببساطة، إنك بتزود على الأس المعطى واحد ثم بتقسم على الأس الجديد، وفي الآخر بتزود ثابت التكامل اللي هو اسمه ألف. فمثلا لو عندك سين أس 5 تكاملها بكام؟ هتقول لي سين أس 6 على 6 زائد الألف. طب تكامل سين أس 2 بكام؟ هتقول لي سين أس 2 دي هنزود واحد يبقى سين أس 3 على 3 زائد الألف، وهكذا. قبل ما أسيب القاعدة دي وأروح للقاعدة اللي بعدها، بقول لك خد بالك لو مثلا السين كان مكتوب جنبها حاجة على السطر، مكتوب مثلا 5 سين أس 3، 5 سين أس 3، أعمل لها تكامل إزاي؟ أكني مش شايف الخمسة دي خالص. اقول له التكامل عبارة عن الخمسة ماليش دعوة بيها، مضروبة في سين اس 4 على 4. والكلام دوت بسيط قوي، لان لو في ثابت مضروب في السين، الثابت ده بينزل من غير ما من نقرب منه. يبقى لو عندي 5 سين اس 3 هيبقى تكاملها 5 سين اس 4 على 4. تعالوا مع بعض نشوف القاعدة اللي بعد كده. القاعدة التانية بتقول لك تكامل المقدار الثابت بالنسبة لسين بيساوي المقدار الثابت يتضرب في سين زائد ألف. أنا قريت الفكرة، طب تعالى نشوف كده التكامل تم إزاي. تكامل 9 بالنسبة لسين، خد بالك أنا شوف قراية المسألة بتتم إزاي. حرف الإس ده بيتقري تكامل، بعد كده 9 بالنسبة لسين عبارة عن 9 سين زائد ألف. إيه اللي أنت عملته؟ زودت سين جنب التسعة، ضربتها في سين.
انت بتعمل عملية عكس التفاضل تماما. في التفاضل كنت بتقولي تفاضل التسعة بصفر، تفاضل المقدار الثابت بصفر، لكن هنا بيطلع تسعة تضرب في س زائد ألف. طبعا القاعدة دي عشان تستوعبها بيقولك عشان تتأكد ان حلك صح امسك الناتج اللي طلع لك في الآخر واعمل له تفاضل. تقول لي ماشي التسعة س تفاضلها كام؟ هتلاقيه بتسعة. طيب والتسعة دي فين؟ اللي هي موجودة جنب الاس اهي جوه. طب والالف تفاضلها بكام؟ بصفر. فانت لو فضلت الكلام ده كله هيطلع لك نفس الدالة الأصلية اللي هي تسعة. بعد كده في مسألة فيها ذكاء شوية كده على قاعدة اتنين. المسألة دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك اوجد التكامل الآتي، عاوزين تكامل دال س، ومش مكتوب اي حاجة بين علامة التكامل وبين الدال س. العلامة اللي هي بعد الدال س دي علامة الماوس، يعني نتجاهلها. فدلوقتي انا عاوز اجيب تكامل التكامل بالنسبة لس، اجيبه ازاي؟ دلوقتي هتلاحظ عدم وجود اي دالة بعد علامة التكامل، وده معناه ايه؟ معناه ان المكان فاضي، وده معناه ان المكان الفاضي فيه واحد صحيح بس ما بيتكتبش. فيكون الحل هو الواحد اللي هنا يتضرب في السين، زي ما قاعدة اتنين بتقول لي الثابت يتضرب في السين زائد الف. يبقى لو جالك دالة بالشكل ده مش موجودة ملهاش اثر، فعلى طول بتعرف ان المكان الفاضي ده مكتوب جواه واحد. تعال نشوف بعد كده القاعدة الأخيرة. القاعدة التالتة دي عايزة تركيز شوية، هيديك كسر. يعني ايه كسر؟ يعني بسط ومقام، ويقول لك عايزين التكامل بتاع الكسر ده. فانت بتبص تتأكد من حاجة، ايه هي الحاجة اللي تتأكد منها؟ ان اللي فوق هو تفاضل اللي تحت. لما تلاقي اللي فوق هو تفاضل اللي تحت يبقى الدالة دي معطاه بشكل مظبوط، فتعمل لها تكامل ازاي؟ تقول تكاملها بيساوي لوغاريتم اللي تحت، لوغاريتم 6 س، وفي الاخر بنزود الالف اللي بنزوده. الفكرة انا موضحها ان تكامل خارج القسمة بيساوي لوغاريتم المقام، تكامل خارج القسمة بيساوي لوغاريتم المقام اللي هو تحت، بس بشرط ان يكون البسط اللي هو فوق عبارة عن تفاضل المقام. بعد كده بنزود الثابت في الاخر زي ما احنا عارفين. طب هتقولي لو البسط مش تفاضل المقام، نفترض اللي فوق مش تفاضل اللي تحت، بتوع الرياضة بيعالجوا المواضيع ديت وبيضربوا التكامل ده في كسر فوق وتحت وكده وبيعالجوها، بس ايه ده مش موضوعنا دلوقتي. انا لما بجيب لك مسألة بديك متوفر فيها الشرط اللي هو ان اللي فوق هو تفاضل اللي تحت. تم الانتهاء من مراجعة قواعد التكامل. دلوقتي بقى تعالى نبدأ في الدرس. الدرس اللي هو اسمه حل المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى على الصورة س شرطة بتساوي دالة س. تتلخص خطوات الحل في 3 خطوات يمكن عرضها كما يلي. أول خطوة تروح تستبدل س شرطة وتحط مكانها دال ص على دال س في الطرف الأيمن، يعني بالعربي هنشيل س شرطة اللي هي قبل علامة يساوي ونحط مكانها دال ص على دال س، ودي خطوة روتينية سهلة. أنا استبدلت رمز من رموز التفاضل برمز آخر بديل ليه. طب تعالى نشوف الصورة الجديدة بعد ما اتعمل الموضوع ده. بقى دال ص على دال س بتساوي دالة س. الخطوة رقم 2 تعزل دالة ص في طرف وكل المعادلة في طرف. هتقول لي ازاي؟ اقول لك دالة ص مقسومة تحت على دال س. في الحالة ده هيت في حاجة اسمها الوسطين في الطرفين، فدال س دي لما احب انقلها هناك هي كانت موجودة تحت مقسومة، بس خد بالك من دال س اللي هي الهمزة مش النص كورة زي اللي بعد علامة يساوي، فبتاخد الدال س دي تنقلها الناحية التانية، فما بتروح مضروبة، لأن المقسوم لما بيتنقل بتتغير خاصيته، المقسوم يتحول إلى القسمة تتحول لضرب. زي ما الطرح بيروح موجب والموجب بيروح سالب، برضك القسمة هنا بتروح ضرب، فهتبص تلاقي ضربنا دالة س في دال س. الخطوة التالتة بتقول لي بأخذ تكامل الطرفين. بأخذ تكامل الطرفين هنوصل للحل العام بتاع المعادلة. ازاي الكلام ده يحصل؟ لما اخد التكامل بتاع الطرفين يبقى تكامل ومكان فاضي اهو مفهوش مش مكتوب فيه حاجة، التكامل بالنسبة لصاد بيساوي تكامل دالة س بالنسبة لس. خد بالك الدالة اللي في الاخر بتتقري كلمة بالنسبة. الطرف الايمن دوت
التكامل بالنسبة لصاد ممكن نشيله زي ما كنت مديك مسألة من شوية على المكان ده لما يكون فاضي، ونروح مسميين الطرف الأيمن ده اللي قبل يساوي ده اسمه صاد. ليه؟ لأن المكان الفاضي ده فيه واحد، فالواحد ده لما نيجي نكمله يطلع بصاد. في الناحية التانية بقى بتكامل الدالة اللي موجودة بالقواعد اللي انت لسه واخدها من شوية، اللي هي لو س عليها أسس بتزود على أس واحد وتقسم على الأس الجديد، لو مقدار ثابت بتضربه في س، يعني حسب الدالة اللي موجودة بتكملها. بعد كده الخطوة الرابعة دي خطوة زيادة، لو اداك في المسألة قيمة س وص، لو اداك في المسألة قال لك س بصفر وص بعشرة مثلا، يعني بتروح تعوض بالاتنين دول عشان تطلع الألف المجهولة. يبقى لو اداني في المسألة س وص يتم استخدامهم في إيجاد ثابت التكامل ألف، وبعدين نعوض بألف في الحل العام للمعادلة التفاضلية. معنى كلامي ايه؟ ان ممكن الخطوة الرابعة دي ما تتعملش لو هو مش مديني اي قيم لس وص، وهسيب الايه الحل بألف المجهولة زي ما هي. انما لو اداني قيم لس وص فهو عايز يساعدني ان انا اجيب الالف اللي موجودة في المعادلة. تعال نشوف المسألة بتاعت صفحة 26 بتقول ايه. بتقول لي اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية س شرطة بتساوي 3 س تربيع زائد 8 بالشروط الآتية: عندما الص بتساوي 9، عندما الس بصفر. تعال نبدأ نشوف الخطوات، هتلاقيها سهلة جدا. الخطوة الأولى بتقول له هستبدل ص شرطة وأحط مكانها دال ص على دال س. بص كده الخطوة الأولى إيه اللي حصل؟ كل اللي أنت عملته رحت قبل علامة يساوي شلت ص شرطة وحطيت الرمز البديل بتاعها بتاع التفاضل. الخطوة رقم اتنين لو تفتكر ان انت بتاخد الدال س اللي تحت توديها الطرف التاني، فهي مقسومة فبتروح تتضرب في الدالة الناحية التانية. واضحة الخطوة التانية؟ تمام، اكنك عملت وسطين في طرفين. الخطوة بقى اللي بعد كده بتروح تاخد التكامل للطرفين. التكامل بتاخده للدال ص وبتاخده للدالة دي اللي هي بالنسبة لس. تكامل الدال ص معروف انه بص. ليه؟ لان المكان الفاضي مكتوب فيه واحد ومش باين، فالصاد بتخش له، الصاد اللي هي بعد الدال بتخش له، فيطلع التكامل بصاد. الناحيه الثانيه التكامل بتاع 3 س اس 2 بيتعمل ازاي؟ سهل قوي، التلاتة تنزل زي ما هي، اما س اس 2 بنزود على الاس واحد ونقسم على الاس الجديد. طيب وتكامل الثمانيه بنزود جنبها س، يبقى تطلع ب 8 س، وفي الاخر بنزود الالف. دلوقتي المسألة ده هيت فيها اختصارات، التلاتة اللي فوق تروح مع التلاتة اللي تحت. طب تعالى نشوف بعد الاختصار بقت المعادلة طالعة لي في الشكل الجميل اللي هو مفهوش ايه كسور ولا في بسط ومقام ولا كلام من ده. بس ناخد بالنا قبل ما اقلب الصفحة ان في هنا حتة مهمة، ان المعادلة دي ص في جنب والناحية التانية س ومعاها الف. المعادلة فيها تلات مجاهيل، الص مش معروفة والس مش معروفة والالف مش معروفة. فانا لو اديتك معلومه عن الصاد ومعلومه عن السين هتعوض بالمعلومات دي عشان تجيب الالف، وده معنى الشروط اللي هو مديها لك، بيقول لك صاد بتسعه لما السين بصفر. طب تعال نشوف كده الحل العام للمعادله التفاضليه اهو، شلنا التلاته مع التلاته فتبقى لك سين اس تلاته مكانها زائد 8 سين زائد الف. دلوقتي فيه شروط عشان نجيب الالف، لازم اعرف السين والصاد بكام عشان اعرف اجيب الف في طرف وكله في طرف. فالشروط الاضافيه اللي مديها لك اهي، لو ما ادكش في المساله شروط ما تعملش الخطوه الرابعه، بتقف عند الخطوه الثالثه وبس، يعني تسيب الالف زي ما هي مجهوله. انما لو اداك شروط عن السين والصاد تروح تعوض بالشروط دي، ما تروحش انت تحط شروط من عندك عشان تجيب الف باي قيمه من عندك، لا. فالشروط دي بتبقى ايه؟ معطاه. معطاه يعني محدش يقدر يتدخل فيها. هتروح تعوض بالشروط في الطرفين، هتشيل ص وتعوض عنها بتسعة وتشيل س وتعوض عنها بزيرو، فهتلاقي الجنب ده فيه تسعة بيساوي لما تيجي تعوض صفر أس تلاتة يطلع صفر، بعد كده تمانية س تمانية في صفر بصفر، بعد كده الألف تنزل، هتبص تلاقي ألف طلعت بتسعة. أول ما ألف اتعرفت تاخدها وتعوض بيها في أول سطر فوق اللي هو فيه المعادلة التفاضلية، تشيل الألف وتحط مكانها تسعة، وبكده يبقى الحل خلص. قبل ما هتنقل لمسألة تانية بلخص لك الخطوات بسرعة. الخطوة الأولى بتشيل الص شرطة من قبل علامة يساوي وتحط مكانها دال ص على دال س. الخطوة التانية بتروح تنقل دال س الطرف التاني،
الخطوة الثالثة بتاخد تكامل الطرفين وفقا للقواعد العامة اللي احنا عارفينها. تعال نشوف مسألة في صفحة 28، بتقول لي اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية: ص شرطة بتساوي جذر س بالشروط الآتية: ص بتساوي 7 عندما س بصفر. تعال نبدأ نتعامل. أول خطوة ص شرطة بتساوي جذر س، هروح أشيل ص شرطة وأكتب مكانها ده ص على ده س، دي معروفة. بس هنا في بقى حتة جديدة، معلومة جديدة بتعرفها، إن لما يكون عندك جذر وعايز تتخلص منه بتروح تقسم الأس الداخلي على الأس الخارجي. تقول لي يعني إيه الكلام ده؟ أولا السين اللي جوه دي الأس بتاعها واحد بس مش مكتوب. الجذر ده اسمه الجذر التربيعي، ففي 2 مكتوبة بره على الجذر بس ما بنكتبهاش بردك، ما بتظهرش، ويفهم إن هنا في 2، فديت بتروح تشيلها وتكتب مكانها سين أس نص. يبقى السين عشان تخرج من الجذر بتخرج بسين أس نص. أنت طبعا خرجت السين ليه؟ عشان تعرف تعمل لها تكامل، عشان تعرف تزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد لازم تكون السين بره الجذر. فعملية رفع الجذر دي ملهاش علاقة بالتكامل، ده عملية بديهية بتتعمل في الأول. بعد ما خلصت الخطوة الأولى اللي هي خطوة الاستبدال، الخطوة التانية أبدأ أعزل دال ص في جنب وكله في جنب، فهودي الدال س تتضرب في الطرف اللي هناك. أنا حاطط قبلها نقطة عشان معناها ضرب. بعد كده الخطوة اللي جاية إن سعادتك بتروح تاخد تكامل الطرفين. تكامل الدال ص قبل ما نقلب الصفحة أنت عارفه، تكامل الدال ص بص عشان إيه؟ في مكان فاضي فبنفترض إن جواه واحد فبنحط واحد في ص بص. التكامل بتاع س أس نص نعمله إزاي؟ قبل ما أقلب الصفحة بتعمله بتزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، يعني السين دي هتبقى أس واحد ونص عشان هتزود واحد، ونقسم على واحد ونص. وطبعا الواحد ونص بتتكتب بصور متعددة، ممكن تتكتب 1.5، وممكن تتكتب 3 على 2، ممكن تتكتب واحد وجنبها نص في شكل كسر، يعني في كذا صورة ممكن تعرض بيهم موضوع الواحد ونص دي. نشوف الكلام ده، لما زودنا لما خدنا تكامل الطرفين، التكامل بتاع الطرف اللي قبل يساوي تكامل د ص طلع بص، اما تكامل س اس نص طلع بس اس 3 على 2، وتحت بنقسم على الاس الجديد اللي هو 3 على 2، وفي الاخر بنزود ثابت التكامل اللي هو الف. بعد كده الشكل نفسه مستغرب ليه؟ لان انت عندك مقام وتحتيه مقام وفي اسس، فممكن امسك المقام اللي تحت ده اقلب الكسر، يعني بدل ما هو 3 على 2 اخليه 2 على 3 عشان اطلعه من تحت بطلعه مقلوب. وبعد كده السين اس 3 على 2 نزلت والالف نزلت. خد بالك انا كاتب شكل تاني للدالة، ايه هو؟ ان انا شلت سين اس 3 على 2 وحطيت مكانها سين جذر سين، ودي حتة رياضية جدا مش صعبة عليكم، لان سين اس 3 على 2 دي معناها سين اس واحد في سين اس نص. هتقول لي انت بتقول ايه؟ هقول لك سين اس واحد في سين اس نص، مش انت عارف عند الضرب بتجمع الاسس؟ فانا لما اضرب سين اس واحد في سين اس نص تطلع سين اس 3 على 2، فانا فكيت سين اس 3 على 2 فكيتها بالشكل ده. طب سين اس نص فين؟ انا حطيتها بشكل جذر سين. هتقول لي هو ايه لازمه الخطوه دي؟ اقول لك والله لو حبيت تعملها كاضافه اعملها، حبيت تكتفي بالشكل الاولاني اكتفي بيه زي ما هو. بس كنت عايز الفت نظرك لحاجه، ان في نقطه تحت السين، النقطه دي ملهاش علاقه بالحل، دي نقطه زياده. دلوقتي هتروح بعد كده، انت كده المفروض خلصت حلك، لو في شروط هتعمل الخطوه الرابعه، مفيش شروط هتقف عند الخطوه الثالثه. طب هنا في شروط بيقول لك ان الصاد ب7 عندما السين بصفر، يبقى هنعوض عن الصاد ب7 وعن السين بصفر عشان نعرف نجيب الالف. نتيجه التعويض زي ما انتم شايفين، حطيت هنا 7 ولما عوضت عن السين بصفر كل ده راح واتبقى لك الف ب7. هتعمل ايه بالالف اللي طلع ب7؟ تاخدها وتحطها في المعادله التفاضليه، تاخدها وتحطها في المعادله اللي طلعت فوق اللي هي طلعت في نتيجه الخطوه 3 في اخر الخطوه 3. طب تعالى نعوض عن الالف ب7. بالتعويض عن الف ب7 في الحل العام للمعادله التفاضليه هيطلع لك الشكل اللي انت شايفه ده، بس للاسف السبعه ما ظهرتش، فانا ايه هظهرها قدامك دلوقتي.
احلى 7. يبقى كده احنا عوضنا في المعادلة، عوضنا في الحل اللي طلع عن الالف ب7. تعال نشوف بعد كده حالة تطبيقية تانية. اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الاتية: ص شرطة مضروبة في قوس بتساوي 2 س زائد 5 بالشروط الاتية: ص بتساوي 10 عندما س بصفر. اول حاجة هتعملها تنقل القوس اللي مضروب في ص شرطة، تنقله هناك. فاكر ليه؟ عشان تخلي الشكل العام للمعادلة توصل للشكل العام للمعادلة التفاضلية اللي هو ص شرطة في طرف وكله في طرف. يبقى اولا يلزم نقل القوس المضروب في ص شرطة الى الطرف الاخر. فروحنا عملنا عملية النقل دي. طب ادي المعادلة اهي، لما ننقل القوس تحت بيروح مقسوم. ليه مقسوم؟ لان المضروب بيتنقل مقسوم زي ما انتم شايفين. يبقى 2 س زائد 5 هينزل تحتها القوس اللي كان ايه قبل علامة يساوي. بعد كده الخطوة اللي جاية بتستبدل س شرطة وتحط مكانها د ص على د س. سهل قوي، هنشيل س شرطة ونكتب د ص على د س بتساوي شرطة الكسر اللي مكتوب فوق 2 س زائد 5 على س تربيع زائد 5 س زائد 6. بعد كده اللي فاكر بناخد الدال س ننقلها الناحية التانية عشان نعزل دال ص في طرف. يبقى دال ص هتساوي الدالة المعطاة اللي هي بسط مقام مضروبة في دال س. ناخد تكامل الطرفين، فلما باخد تكامل الطرف اليمين بيطلع بصاد، ولما باخد تكامل الطرف الشمال بيطلع بلوغاريتم س تربيع زائد 5 س زائد 6. ليه طلع بلوغاريتم؟ لان كانت في قاعدة بتقول لك ايه، لما تلاقي اللي فوق هو تفاضل اللي تحت يبقى الحل اللوغاريتم اللي تحت. طب تعالى نتأكد كده من الكلام دوت، نتأكد ان اللي فوق هو تفاضل اللي تحت. هو س تربيع تفاضلها بكام؟ ب2 س، الأس بينزل على السطر ونخصم من الأس 1. طب وال5 س تفاضلها بكام؟ تفاضلها ب5، وال6 تفاضلها بصفر ما اتكتبش فوق بالنسبة لس. طيب دلوقتي بعد ما قلنا ان التكامل عبارة عن لوغاريتم اللي تحت، بنزود الالف اللي بنزودها كل مرة، فبتقابلك العقبة اللي هي الف مجهولة. طب ما عندك صاد مجهولة وسين مجهولة، فلازم يديك معلومات وشروط عن السين والصاد عشان تعوض بيهم في المعادلة الأخيرة دي وتطلع الالف. طب تعالى نشوف ازاي. الف اللي هو ثابت التكامل ده عشان تجيبه بتروح تنفذ الشروط: صاد ب9 عندما السين بصفر. هي ظهر قدامي التسعة، والتسعة دي غلط، هي المفروض صاد ب10، فاعمل لها تصحيح كده وانتم معايا. باخد بعضي واصلح الصاد، اقول انها ب10، الصاد ب10، الصاد بتساوي 10 لما السين بتساوي 0. الكلام دوت هروح اعوض في الطرفين، اعوض عن الصاد ب10 واعوض عن السين بصفر. ليه؟ عشان اوصل لقيمة الالف. فيبقى 10 بتساوي لوغاريتم افتح قوس لما اجي اعوض عن السين بصفر يطلع 0 زائد 0 زائد 6، وفي الاخر زائد الف. الصفر ده محايد ما بيتكتبش، يبقى 10 هتتبقى في طرف بتساوي لوغاريتم 6 زائد الالف. يبقى الالف عبارة عن 10 ناقص لوغاريتم 6. امسك الآلة واكتب عليها كده 10 ناقص لوغاريتم 6، هلاقيه يطلع ب8.2. اول ما الف تطلع 8.2 بروح واخدها وحاططها في الحل العام للمعادلة التفاضلية. طب تعالى نشوف الف كده لما تنزل في مكانها. الف اهي نزلت في مكانها في المعادلة التفاضلية. في ملحوظة بتقول لي لإيجاد ثابت التكامل ألف بالآلة الحاسبة عملنا إيه؟ قلنا 10 ناقص لوغاريتم 6 يساوي. أنا بقول لك وأنت بتشتغل باللوغاريتم، أنت بتشتغل في زرين جنب بعض، واحد مكتوب عليه لوج وواحد مكتوب عليه ال إن، واحد مكتوب عليه لوج وواحد مكتوب عليه ال إن. بعمل إيه؟ بروح أستخدم اللوغاريتم الطبيعي، ال إن دي معناها اللوج نورمال، اللي هو اللوغاريتم الطبيعي وليس اللوج اللي هي ال او جي. فلو نفذت اللي انا عامله في الرسم اللي قدامك ده هتوصل للقيمه اللي هي 8.2 اللي احنا عوضنا بيها فوق في المعادله. يبقى انت هتمسك الاله تروح فاتحها وبعدين تكتب 10 ناقص وتدوس لن وبعد كده 6، يبقى 10 ناقص لوغاريتم 6 وبعدين تدوس يساوي، فهيطلع لك الناتج بتاع الالف اللي هو 8.2.
في الآخر مجموعة من المسائل على حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى. ضروري أتدرب على المسائل دي، في مسائل في بعضها شروط وبعضها ما فيهوش شروط. المسائل اللي هي بدون شروط ما تحط لهاش شروط من عندك، المسائل اللي فيها شروط بتعوض بالشروط عشان تجيب قيمة الألف. بشكركم ونتقابل بإذن الله على خير في موضوع جديد.